بوفد مغربي يضم مسؤولين من وزارة الثقافة والاتصال وبتنسيق من سفارة المملكة بمكسيكو، شكلت مشاركة المغرب في الدورة 36 لمعرض غوادالاخارا الدولي للكتاب بالمكسيك فرصة للتعريف بأهم مكونات الثقافة والحضارة المغربية. هذه أول مشاركة للمغرب في المعرض الدولي للكتاب اللي كي يدار سنويا في غوادالاخارا، ويعتبر هذا المعرض أكبر معرض في أمريكا اللاتينية وثاني معرض على الصعيد الدولي. فالحمد لله مشاركة مشرفة ديال المغرب بحضور كتاب مندوبين عن وزارة الثقافة وناشرين مغاربة. زوار هذا الحدث السنوي البارز في المكسيك والعالم اكتشفوا في افتتاح الرواق المغربي بالمعرض تاريخ المملكة العريق وبعض جوانب الثقافة المغربية متعددة الروافد. حرصنا في هذه المشاركة الأولى على تقديم عرض وثائقي يبرز أهم معالم الثقافة المغربية. يعني كان هناك العديد من الإصدارات التي تشمل مختلف حقول المعرفة والثقافة المغربية. خلال ندوة نظمت على هامش المعرض، سلط أساتذة وباحثون مغاربة ومكسيكيون الضوء على تطور الابتكار في مجال الطاقات المتجددة في المملكة ودعمها لمشاريع التنمية المستدامة على أصعدة عديدة. دورة هذه السنة من معرض غوادالاخارا للكتاب احتفت بإمارة الشارقة ضيف الشرف، حيث تعرف المشاركون والزوار من خلال الموسيقى والفنون المرئية والأفلام على ثقافة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.